تعليقا على الموضوع، ينضم الينا عبر الهاتف من كوبنهاجن رئيس المركز الاورو المتوسطي الاستاذ احسان عادل. اهلا بكم استاذ احسان الى هذه الجوله الاخباريه. المبعوثه الخاصه للامم المتحده انجلينا جولي وصفت دمار الموصل بانه أسوأ دمار شاهدته خلال عملها مع المفوضيه الدوليه. كيف يمكن وصف حال من يعيشون في المدينه اذا؟ نعم، في البدايه طبعا اسمح لي بتحيتك وتحيه جميع المشاهدين، كل عام وانتم بخير. في الحقيقة فعليا يعني كما وصفت أنجلينا جولي بخصوص الحالة، هي فعليا حالة مأساوية، لأن الأمر لا يتوقف فقط عند الصورة الظاهرة، بل أيضا يمتد إلى ما هو خلف الصورة الظاهرة. هناك الآلاف من النازحين، حتى وفق تصريحات لمسؤولين في الحكومة العراقية، هناك حاجة الآن في الموصل لبناء مليوني وحدة سكنية. عندما نتحدث عن هذا العدد المهول من الوحدات السكنية التي تحتاج إلى بناء أو إلى إعادة بناء، فلنتخيل بعد ذلك ماذا يعني هذا على أرض الواقع من حيث العائلات التي تحتاج فعليا إذا إلى الإيواء ولا تجد الآن مكانا لتأوي إليه. الدمار الذي حدث خلال الأشهر الماضية في عملية القوات العراقية والقوات المساندة لها استعادة الموصل كانت فعليا يعني أدت إلى دمار كبير، خصوصا في الشق الأيمن كما هو معروف من الموصل والمدينة القديمة، خصوصا أن معروف أن هذه المدينة القديمة البيوت الموجودة فيها كانت بيوت في معظمها منازل تقليدية مبنية من الجص، من يعني مواد ضعيفة لا تتحمل، وهذه البيوت الكثير من أهلها الآن لا يستطيعون العيش في هذه البيوت لأنها فعليا إما مهدمة بشكل كامل أو أن جزء كبير منها مهدم، وبالتالي لا يمكن استمرار العيش فيها. فعليا الحال كما وصف، بل هو ربما في الواقع أشد ألما وأكثر قسوة، والأسوأ ربما أنه حتى الآن كمجتمع دولي في ظل النزيف الحاصل في المنطقة ككل لم يكن هناك حتى الآن استجابة قوية لإعادة إعمار الموصل. نعم، في إطار زيارتها للموصل وثقت أنجلينا جولي بقاء الجثث تحت الأنقاض بعد مرور ما يزيد عن عام من انتهاء العمليات العسكرية. برأيك هل يمكن أن تؤدي هذه الزيارة إلى تحرك المياه الراكدة وتتحرك حكومة بغداد؟ يعني هذا هو المأمول، المأمول فعليا أن يعني هذه الكلمات المؤلمة أو هذه الكلمات التي أردت من خلالها جولي أن تحاول أن توقظ الضمير الإنساني وأن تنبه إلى المأساة الحاصلة فعليا بأنها مأساة استثنائية بكل معنى الكلمة. المأمول فعليا أن الحكومة العراقية تولي أولا أهمية وأولوية لإعادة الإعمار في الموصل. نتأمل الآن بعد يعني حصول الانتهاء من جولة الانتخابات ونوعا ما استقرار الأمور أن تكون فعليا الآن الحكومة العراقية الجديدة تعطي الأولوية الحقيقية لهذه المنطقة، والمأمول أيضا أن تسعى للتعاون فعليا مع المجتمع الدولي والضغط باتجاه أن يكون هناك مؤتمر للتركيز على جمع التبرعات لإعادة إعمار الموصل ويعني إغاثة المنكوبين والنازحين داخليا في هذه المدينة، فضلا عن محاولة يعني إعادة تهيئة المدينة بالنسبة لما يتعلق بالجثث الموجودة، ما يتعلق حتى ب نشل الدمار والحجارة الموجودة في الشوارع والمتراكمة منذ أن حصلت السيطرة على رغم مطالبات الحكومة في بغداد النازحين بالعودة إلى مدنهم، إلا أن المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة وثقت عدم وجود خدمات بالمدن المدمرة وفق المواثيق الدولية. هل برأيك يجوز عودة النازحين في ظل هذه الظروف؟ لذلك أنا قلت أن المطلوب هو أن يعاد إحياء المدينة حتى تصبح قابلة للعيش فعليا. الآن الموصل غير صالحة للعيش، الشوارع حتى مدمرة، لا يوجد كثير من المناطق من الصعب جدا الوصول إليها بسبب أن الدمار ما زال في مكانه، الركام ما زال في مكانه، فضلا عن الجثث، فضلا عن حتى مياه دجلة. هناك كما هو معروف الآن ضعف في المنسوب في المياه، في مياه نهر دجلة التي تنساب تحت المدينة منذ مئات السنين والآن قل ماؤه خلال السنوات القليلة الماضية. لذلك نعم، المطلوب الخطوة الأولى قبل أن يكون هناك عودة للنازحين هو أن يكون هناك إعادة للإعمار، أن تهيئ المدينة لاستقبال هؤلاء النازحين، ثم الخطوة التالية هي
عودة النازحين، لأن بعودة النازحين أيضا يمكن أن هذا يمثل يعني تتويج لصورة إعادة الحياة لهذه المدينة المنكوبة. نعم الأستاذ إحسان عادل رئيس المركز الأورو متوسطي كنت معنا عبر الهاتف من كوبنهاجن، شكرا جزيلا لك.